هذه عرش، هذه صدمة كبيرة. يعني هذا العالم الافتراضي اللي عاتجنا، ممكن احنا ما استغلناش واحد الشكل اللي كان خصو يستغل به، ما ولينا وقيله في غياب، ما كاين والو، ما كايناش حركه فنيه، ما كاين حتى حاجه، ما كاينش اعمال. تخيل كون كان دابا جل هاد الفنانين، كل واحد عنده برامج، كل واحد عنده اللي كيصورها، المسرحيات، المسلسلات، بلاد مشغول، ولكن في غياب ما كاين والو كانوا العميضين لبعضياتنا. وهذه فرصه كتزيد تتخلق تثقتنا عند الجمهور، كتولي عاوتاني كنولوا ندوف في اعراض الناس، كيولي واحد كيدوف في اعراض الاخر، كيولي الجمهور مسكين كيحبك انت على فنك، ملي كيولي ثاني سامع عليك حاجه هكاك مجانيه، واسمعها والخبر تنتشر، صعيب صعيب. البدايه ديالكم شفتوا هذا الشيء في البدايه؟ نحمد الله على ان ما كانش عندنا احنا هذا وباء، ما كانش عندنا، ما كانش احنا كان الجمهور ما عارف علينا الا الحب، ولكن كان الجمهور تيحبك بعملك، من خلال انت كتشخص قدامه كيعرفك واش صادق ولا ما صادقش، عارفك من اللي انت كتمثل له بحب وكتشخص له بحب، وهو تا هو مقاسم معك خبز وليداته، وجاي كيقطع معك التيكي وبارك يتفرج ويتسنى المسرح ويستفيد وانت تستفيد كذلك، وكان كل شيء رابح، البيبليك ما مضيعش وقته، انت اديتي واحد العمل اللي هو الرساله ديالك اللي هو لو تياتر هو المسرح، كان رواج وما كنا في غنى على هذا الشيء. الان يمكن اصطدامات ملي هذا الشيء تطور ولات وسيله ديال التواصل، ولات قريبه فاصل، بحال انعكست علينا، وانا كنعرف من هذا المنبر، لان هذا الشيء لا يبشر بالخير، هذا الشيء ديال الفيسبوك وهذا الشيء ديال حقه، هذا ما هذا، واعراض الناس خصها تبقى في اعراض الناس، راه حرمه خصها تبقى، ما خصناش نعريو واقع رياضياتنا. نهز بيا ونهز بك، ممكن نختلفوا، حنا هادشي ما عشناش مع الجيل اللي تربينا معاه، ممكن نختلفوا، ولكن فين نوضوا نجتهدوا في العمل. صافي. كاين شي تحركات بالنسبة للفنانين، حماية الفنان بصفة عامة، واش كاين شي تحركات من النقابة؟ البوكس خصو يمشي يتريني، خصو يدير الكاراتي، خصو يدير كاع الرياضات اللي كاينة، لا جاب الله ينوض عاد بوحده، هاي الشماي صافي، جاكي شان، خصو ينوض، خصو يتريني، يدير الرماية، يدير الحديد، حيت راه سيحمي راسو صافي، ويتهلا في راسو، راه مهمة هاد المسألة، لأن لو ستريس اللي كيعيشو الأرتيست، استرس مصيبة كحلاك، كتولي نتيجته كترجع على الفنان كشخص. والو لا مولاتي، الله يخليك، الله يكبريك، وتحية للمتتبعي هذا المنبر الجميل، وتحية لكل من سمعنا ومن شافنا، وتبارك الله عليكم. ما تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.